بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن توتوريال 3 معاكم باشمهندس محمد عادل البطل. اول اللي بنتكلم عنه النهارده كلاري فلاكيليتور. مبدئيا كده بالراحه، يا ايه الفكره عامه؟ الفكره في ايه؟ ان انا كان عندي هنا حاجه اسمها الوم سوليوشن تانك، وده شرحناه المره اللي فاتت. بعد ما الميه بتدخل على الوم سوليوشن تانك كده بتروح لحاجه اسمها فلاش ميكسينج تانك، بعد كده فلاكيليشن تانك، بعد كده البارتكلز اللي ما وقعتش في كل ستيبس دي بتروح داخل على البرايمري سيتلينج تانك او السيدمنتيشن تانك، بحيث ان البارتكلز اللي فيها لسه اللي لسه وزنها ما كبرش يحصل لها سيدمنتيشن منها ايه لنفسها في البرايمري سيتلينج تانك. لان انا بدي في البرايمري سيتلينج تانك ده بديهم ريتنشن تايم بوقت اكتر شويه. الفكره هنا كلها ببساطه، قال لك ايه؟ قال لك انا عشان اوفر في كوست، محتاج ان انا اضم الفلاكيليشن تانك مع السيدمنتيشن تانك اخليهم مرحله واحده. فقال لك خلاص احنا عايزين نضم الاثنين دول مع بعض. فقال لك الفكره في ايه؟ قال لك خلاص، مش انا عندي حاجه اسمها فلاكيليشن تانك وحاجه اسمها سيدمنتيشن تانك، هنعمل اثنين تانكين، هيبقوا تانكين سيركلر، اللي جوه ده اسمه فلاكيوليشن زون واللي بره ده اسمه سيدمنتيشن زون. فاللي جوه ده اسمه فلاكيليشن زون واللي بره ده سيدمنتيشن زون، ده اللي هو الفلاكيليشن تانك، واللي بره ده اللي هو سيدمنتيشن زون، ده اللي هو سيدمنتيشن تانك، والتانكين بيكون سيركلر. هو من اسمه كلاري فلاكيوليتور. كلاري دي لو تفتكروا في اول محاضره كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان لو عندي تانك سيدمنتيشن تانك وسيركلر كنا بنسميه كلاريفاير. فكلاري دي جايه من كلاريفاير، وفلاكيوليتور دي جايه من ايه؟ ان انا عندي فلاكيوليشن تانك. حلو. الكلاري فلاكيوليتور ده لازما ان هما تانكين، هما التانكين دول لازما بيكونوا ايه؟ سيركل. ده كل الموضوع ببساطه. طب بالنسبه للتصميم، نفس تصميم فلاكيوليشن تانك ونفس تصميم الكلاريفاير مع اختلاف الريتنشن تايم وشويه الرينجات. خلينا ايه نبص كده، ده شكله في الطبيعه. اللي جوه زي ما قلنا هنا، اللي جوه دي فلاكيوليشن زون واللي بره دي سيدمنتيشن زون، ودول التانكين وبيكون شكلهم سيركلر بنفس الطريقه دي. ودول التانكين ايه قبل ما الميه تبقى موجوده فيهم. خلينا ايه نبص على ديزاين كرايتيريا. ديزاين كرايتيريا ان انا عندي اتنين تانك، عندي انر تانك اللي هو فلاكيليشن زون واوتر تانك اللي هو سيدمنتيشن زون. الانر تانك دول، الانر تانك ده اول حاجه الريتنشن تايم، الريتنشن تايم ده بيكون هنا من تلت لنص، وبعد كده الكباستي كيو في التي، وبعد كده الدبس، وبعد كده السيرفيس اريا. خلينا نتفق كده على حاجه، اي تانك سواء انت فاكر التصميم بتاعه او مش فاكر التصميم بتاعه هي نفس الخطوات. اول خطوه في اي تانك من اللي عندنا السمستر ده، انت المفروض ببقى مديك بوبيليشن اوف ريديوتر كونسومشن، تعرف منها تحسب الكيو ديزاين او كيو ديزاين جيفن على طول كده معايا كيو ديزاين. تاني خطوه على طول هتقول الكاباسيتي بتساوي الكيو ديزاين في التايم. التايم ده ريتنشن تايم، ده بيعتمد ايه؟ على حسب ده نوع التانك، كل تانك وليه رينج في الريتنشن تايم. طب بعد ما حسبت الكاباسيتي، خلاص حسبت الكاباسيتي، تعالى هنا ايه، حسبت الكباستي، هات الدي. الديبس ده بيكون ليه رينج من كذا لكذا في كل تانك، هات الدي على طول. طب بعد ما حسبت الدي، رابع حاجه خلاص احسب السيرفيس اريا. السيرفيس اريا دي الكباستي على الديبس، كده انت جبت السيرفيس اريا. جبت السيرفيس اريا تعرف تجيب ايه؟ الفاي ده لو سيركلر، ولو ريكتانجل تعرف تجيب الايه؟ الانسولوتس. اي تانك لو انت مثلا كيس انك في امتحان او كده، اي تانك هو نفس الستبس دي. فلو ان انت في مشكله مثلا حاجه مش فاكر رينجها، ممكن يعني تتصرف. بس هي الفكره اللي انا عايز اوصلها لك ان كل التنكات اللي عندنا السمستر ده هي نفس الطريقه دي، ان انا كيو ديزاين معايا او بحسبها بوبيليشن في افريج ووتر كونسامشن، الكاباسيتي يا كيو ديزاين في الريتنشن تايم، بعد كده الدبس دايما بفرضه، السيرفيس اريا كاباسيتي على الدبس، وبعد كده ايه كده جبت السيرفيس اريا اروح جايب ايه الفاضي. ده الموضوع ايه باختصار. خلينا بقى ايه ناخد المساله كده نشوف الدنيا فيها ايه. دلوقتي الدبس هنا بيساوي دي اوتر ماينس من نص الواحد. لو تلاحظ هنا هتلاقي ان الانر تانك معتمد على الاوتر تانك. انا لما باجي اصمم ببدا بالاوتر تانك. ليه ببدا بالاوتر تانك؟ ان في حاجات من هنا هاخدها واديها هنا. هنا تي اوتر بيقول لك من تلت لنص زائد من 2 ل 4 ساعات. ده اللي هو معناه ايه؟ يعني المينيموم بتاعي هنا تلت وهنا 2، يعني معناه ان انا من ساعتين وتلت ده المينيموم لحد 4 ساعات ونص، ده الريتنشن تايم. الكباستي دي بتساوي كيو في التي. الدبس ده من 3 ل 5،
دايما الدبس في اغلب المحاضرات الموجوده عندنا بتلاتة، يعني لو ان كيس انك في امتحان ومش قادر تجيب الرقم غالبا لو خدته بتلاتة متر هتلاقيه مسيف، ان في حاجه من 2 ل 3 وفي حاجه من 3 ل 5 في حاجه من 2 ل 4، دايما التلاتة دي وزن الرينج الاكسبتبل. السيرفيس اريا اوتر دي بتساوي الكاباسيتي على الدبس. نعرف نحسب السيرفيس اريا، حسبت السيرفيس اريا قال لك الفاي ماكسيمم هنا ب 35، نعرف نجيب الان، والان اعمل لها راوند اب وارجع احسب بيه الفاي تاني. كل فكرتي هنا ان انا ليه حسبت الاوتر الاول، لان انا بعد ما عملت اسامبشن للدبس الاوتر بستخدمه في الدبس الانر بتاع الانر تانك اللي هو الفلاكيوليشن زون، لان الدبس الانر بيساوي دي اوتر ماينس من نص الواحد. بعد كده السيرفيس اريا انر دي الكاباسيتي انر على الدبس انر، وبعد كده الان عدد التنكات. انت لو تلاحظ هما التنكين جوه بعض حاجه بالمنظر ده، فالان اللي انت هتجيبها من الاوتر تانك هي بتاعت الانر تانك، ان هم يبقوا نفس العدد. فلذلك برضو بعمل ايه، بعمل ديزاين الاوتر تانك الاول بحيث ان الان دي هاخدها ايه اعوض بيها دايركت هنا، ومن الكلام ده نجيب الفاي مش هيبقى فيه اي مشكله. عندنا اربع تشيكس، اول حاجه ان انا فاي انر على الفاي اوتر تكون من تلت لنص. بعد كده السيرفيس لودنج ريت اللي هو معدل التحميل، وده اللي هو قلناه قبل كده، ده اللي هو معدل تاثير الميه لكل متر مربع، عشان كده اليونت بتاعتها متر كيوب بير دي اللي هي تعتبر كيو لكل متر سكوير. السيرفيس اريا بيساوي كيو ديزاين على السيرفيس اريا اوتر ماينس السيرفيس اريا ايه انر، ودي رينجها يكون من 25 ل 40. الهيدروليك لود ان اوتلت وير ده بيكون من 150 ل 300، ودوت ايه دوت قلنا قبل كده ده معدل خروج الميه بقى ايه معدل خروج الميه بره التانك، فهو ده بيساوي كيو ديزاين على الوير لينس. الوير لينس هنا ايه ده سيركلر اللي هو السيركونفرنس بتاعه، فده بيساوي ايه باي فاي، فقلت ان عدد التانكات في باي فاي. اخر حاجه الفي هوريزونتال دي كيو ديزاين على ان باي دي نوت تايمز فاي انر بلس 1، ودي تكون اصغر من 0.3 متر بالمنس. دول اربع تشيكس موجودين عندنا. تعال ناخد مساله كده، بيقول لك ايه، بيقول لك ديزاين كلاري فلاكليتور تانكس فور ووتر تريتمنت بلاند وذ ان اورلي اوت بوت ب 6000 متر كيوب. بص خد بالك هنا، احنا دايما دي قاعده اتفقنا عليها، انا دايما لما باجي بسالك ما بديكش الكباستي. ليه ما بديكش الكباستي؟ يعني انت ممكن تشوف الرقم ده تقول دي كباستي، خلاص الكباستي معايا، انا مستحيل اديك الكباستي. ليه؟ لان لو اديت الكباستي، الكباستي هو الفوليوم، هتروح انت فرض الدبس وتروح قاسم الكباستي على الدبس تجيب السيرفيس اريا، وجبت السيرفيس اريا جبت كل حاجه من غير ما يكون معاكي كيو ديزاين، فمستحيل انه يديك كباستي. فدايما دي ايه دي ايه دي بيقول لك اورلي اوت بوت، فدي 6000 متر كيوب بير ايه بير اور، فدي كيو دايما بديك الكيو. بيقول لك بقى ايه، عايزك تصمم الكلاري فلاكيوليتر، وهنعمل شويه التشيكسات التشيكس اللي هي الموجوده العاديه اللي انت المفروض اصلا تلقائي من غير ما هو بيقول لك اعمل التشيكس دي، انت المفروض ايه هتعملها كده كده، اللي هم الاربع تشيكس اللي كانوا في السلايد دي. في السلايد دي تعال نبدا كده. الكيو ديزاين ب 6000 متر ايه كيوب بير اور، احنا قلنا نصمم الاوتر الاول عشان هنستخدمه في حاجات في الانر. الاوتر تانك او سيدمنتيشن ايه زون، التي اوتر دي بتكون ايه، احنا قلنا من تلت لنص زي من 2 ل 4 ساعات، فانا خدتها نص و2 ونص فخدتها ب 3 ساعات. بعد كده الكباستي هي كيو في التايم، الكيو معايا ب 6000 في التايم اللي هو الثلاث ساعات، ضربت الاثنين في بعض جبت ايه الكباستي. بعد كده هفرض الدبس، فرضت الدبس ايه ب 3 متر، احسب السيرفيس اريا عباره عن الكباستي على الدبس، حسبت السيرفيس اريا طلعت لي ايه 6000 ايه متر سكوير. معايا ايه، معايا السيرفيس اريا خلاص هسيوم الفاي، عملت اسامبشن فاي ب 35 واحسب منها ايه، واحسب منها الاي اللي هو الاي ده اللي هو التانك الواحد الاريا بتاعته، فدي باي اوفر 4 فاي سكوير، دي الاريا بتاعت ايه التانك الواحد. حسبت الاريا بتاعت ايه التانك الواحد، خلاص احسب لي ان عدد التانكات هي تساوي السيرفس اريا اللي معايا على الاريا بتاعت التانك الواحد، طلع لي ان انا محتاج 6.248 تانكس، فدي بنقربها خدها ايه بسبع تانكات. طب قربتها ارجع احسب الفاي تاني، هعمل ريكالكوليشن فاي جبتها طلعت لي بكام 33.24. الكلام ده دايركت ما فيهوش مشكله. بعد كده كده انا خلصت من الكلام ده الاوتر تانك. بعد كده بالنسبه للانر تانك، الانر تانك اول حاجه قلنا الريتنشن تايم بيكون من تلت لنص، خدته هنا بنص. نفس الكلام بقى، نفس الخطوات تاني، كاباستي عباره عن الكيو في الريتن في التايم، كيو في تايم اديتنا كاباستي، افرض دبس هنا الدبس بيساوي دي اوتر ماينس من نص الواحد، فانا خدتها دي اوتر هنا كانت ب 3 متر فخدتها 3 متر ماينس نص ادتني 2 ونص. السيرفيس اريا كاباستي على الدي على الدي انر، قسمت الاثنين على بعض جبت السيرفيس اريا، ومن السيرفيس اريا انا كده كده عدد التنكات معايا من هنا اللي هم بسبعه، فخدت عدد التنكات اروح جايب الفاي. الكلام ده ايه كله ما فيهوش مشكله.
بعد كده عندي 4 تشيكس، اول تشيك ان الفاي انر على الفاي اوتر بيكون من تلت النص، الفاي انر معايا والفاي اوتر معايا، عوض بقى بيهم دايركت اديتني 0.45 ودي من تلت النص اذا سيف. تاني تشيك عندي موجود السيرفيس لودنج ريت. السيرفيس لودنج ريت بيساوي كيو ديزاين على السيرفيس اريا اوتر ماينس السيرفيس اريا انر. الكيو ديزاين معايا، خد بالك بس من حاجه واحده، ان انت الرينج اللي انت بتشيكه ده اللي هو من 25 ل 40 ده بيكون متر كيوب لكل متر سكويرد بير دي. فالرينج ده بيحتاج ان انت تكون كيو متر كيوب بير دي، وانا هنا كان مديالي كيو دي كانت ايه متر كيوب بير ايه بير اور، انه كان قال لك اورلي اوتبوت فضربتها في 24 عشان احولها ايه بير دي. وقسمت على الان اللي هي ب 7 باي اوفر 4 فاي اوتر سكوير ماينس فاي انر سكوير، الكلام ده عوضته دايركت جبت السيرفيس لودنج ريت. بعد كده هنجيب الهيدروليك لود ان اوتلت وير، ده بيساوي كيو ديزاين على الوير لينس. كيو ديزاين معايا والوير لينس ان باي فاي معايا كل حاجه، هجيب رقم، الرقم ده شايك ان هو من 150 اي ل 300 ودي بير دي عشان كده ضربت هنا اي في 24. اخر حاجه محتاجها الفي هوريزونتال، هي كيو ديزاين على الان باي دي نوت في فاي انر بلس 1. هتعوض بقانون ده، غالبا القوانين دي هتكون موجوده ليكوا جيفن، قانون زي ده وده وده هيكون موجودين جيفن فورمولا شيت. الكلام ده لازم يكون اصغر من 0.3 متر بير مينت، فانا هنا دي 6000 متر كيوب بير اور قسمتها على 60 عشان تبقى ايه بير مينت، وعوضت دايركت جبت رقم ده طلع ايه اصغر من 0.3، فاذا ده ايه يبقى سيف. دي المساله الايه اللي هي الدايركت خالص. تعالى بقى ناخد ايه فكره مختلفه. بيقول لك هنا ايه ووتر تريتمنت بلانت هاز ذا فولوينج، عندي 3 كونسنتريتد الوم سوليوشن تانك، اللينس معاك والويتس معاك والدبس معاك، يعني هو مصمم لك التانك قدام هنا 3، ده ال N وده ال L وده ال B وده ال D، مديني كل حاجه في التانك. وعندي 4 كلاري فلاكيوليتور عددهم ب 4، الدايمتر الفاي اوتر معايا والفاي انر معايا والدبس معايا. فيريفاي ذا كابابيلتي اوف ذا اباف تريتمنت بلانت تو سيرف ا تاون ب 295 ألف كابيتا and average water consumption of 225 لتر بير كابيتا بير دي، و suggest the required modifications if needed. براحة كده، يعني كل الفكرة هنا ببساطة انه عايزة ايه، انا مديك الديزاين كله جاهز وبقول لك ان دي هتسيرف تاون، التاون دي بيعيش فيها 295 ألف كابيتا والافريج ووتر كونسامشن بتاعهم كذا، عايز اعرف هل التصميم ده بتاعي هيبقى سفيشنت للناس دي ولا لا. دي كل فكره المساله. هعمل الموضوع بالعكس، هعمل الموضوع بالعكس ازاي؟ مش انا مثلا كنت لما باجي في السؤال لا وليكن مثلا الالوم سوليوشن تانك، الالوم سوليوشن تانك ده احنا كنا اول خطوه فيه بنفرض ايه الالوم دوز صح، وبعد ما كنا بنفرض الالوم دوز اللي هي كانت دي من 20 ل 40، بعد ما افرض الالوم دوز بعد ما شويه خطوات لحد ما بوصل في الاخر اني كنت بفرض لهم دوز، بعد كده امشي في شويه خطوات لحد ما شايك التايم بتاعي هو وزن الرينج ولا. احنا هنا هنعمل موضوع بس معكوس شويه ازاي، خلينا ندخل في المساله ولا ازاي. هنا كيو ديزاين 1.4 كيو افريج 1.4 البوبوليشن في افريج ووتر كونسامشن على 1000 اداني رقم متر كيوب بير دي. بص بقى معايا الالوم سوليوشن تانك، اول حاجه انا هناك كنت بقعد اعمل شويه خطوات لحد ما اجيب ايه، لحد ما اجيب الفوليوم صح. كنت بفرض الالوم دوز اول خطوه، الالوم دوز ده كنت بفرضه اول خطوه واعمل شويه خطوات لحد ما اجيب الفوليوم بتاع التانك عشان كده عشان اصمم. وطب هو مدولك متصمم، خلاص مدولك متصمم، هنبدا بالفوليوم اللي معايا لحد ما اجيب الالوم دوز. طب الفوليوم الويت بتاع الالوم سوليوشن ده بيساوي الفوليوم في السبيسيفيك ايه جرافيتي، براحه كده. طب الفوليوم، هل الفوليوم ده معايا؟ الفوليوم اللي هو ان في ال في البي في دي ده معايا. طب السبيسيفيك جرافيتي دي كان من 1 ل 1.2 خدتها ب 1.1، عوضت بالكلام ده دايركت، ده الان ال بي دي ده الفوليوم في السبيسيفيك جرافيتي، اداني 29.7 طن بير دي، ده الويت بتاع ايه الالوم سوليوشن. طب انا عايز اجيب الالوم ده كباودر، لو نفتكر قبل كده كان بيقول لك الكونسنتريشن بتاع الالوم سوليوشن كان ب 10%، هضرب الكلام ده في 10% يديني الويت بتاع الالوم كباودر الريكوايرد بير دي، فقلت 0.1 في 27.7 هيديك 2.97 طن بير دي. الالوم دوز نفسها بتساوي الويت بتاع الالوم على الايه كيو ديزاين، الويت بتاع الالوم ده اللي هو معايا لسه جايبه، الويت بتاع الالوم بير دي على كيو ديزاين دي معايا من هنا، الكلام ده اداني 31.96 بارت بير مليون. هل دي وزن الرينج من 20 ل 40؟ وزن الرينج يبقى سيف. حد لقط انا بعمل ايه؟
قبل كده زمان كنا معانا القلم دوز دي في بداية السؤال، انا عارفها وكنت بقعد امشي شوية خطوات لحد ما اوصل ان اجيب الفوليوم. هنا انا معايا الفوليوم، فبدأت في الفوليوم وبروح اشوف التشيك. طب الكلام ده بالنسبة للالوم سوليوشن تانك. طب بالنسبة للايه تاني؟ ده كده انا شيكت اول تانك تمام. طب تاني تانك اللي هو 4 كلاري فلاكيوليتر ومديك كل حاجة ليهم، هنعمل نفس الخطوات تاني. انا هناك في الكلاري فلاكيوليتر ايه اللي انا كنت بفرضه؟ احنا كنا بنفرض الريتنشن تايم، كنت بفرضه، كنت عندي حاجة اسمها تي انر وتي اوتر بفرضها، خلاص يبقى دول هيتحسبوا وهنشيك عليهم. وكان عندي 4 تشيكس موجودين عندي، اللي هي فاي انر على فاي اوتر، والتشيك بتاع السيرفس لودنج ريت، والتشيك بتاع الهيدروليك لودن اوتلت وير، والتشيك اللي هو الاخير بتاع الفي هوريزونتال. خلاص يبقى الاربعه دول انا في الاول، يبقى الاربعه دول هحسبهم واشيك ان هم وزن الرينج ولا لا. احنا بنعمل العكس، يعني اللي كنت بفرضه قبل كده طالما مساله عايزك تشيك خلاص يبقى انا بشيك، ان انا ما بفرضش حاجه من عندي، ان انا معايا الديزاين جاهز. تعال نبص في التانية دي هنعمل ايه بالراحه كده. الكلاري فلاكيوليتر اول خطوه احنا كنا بنفرض الريتنشن تايم، انا هنا ايه هحسبه. التي ان ار بتساوي الكباستي على الايه على كيو ديزاين، الكباستي ان باي اوفر 4 فاي سكويرد تمام في الدبس على كيو ديزاين. كل حاجه معايا الكباستي ومعايا كيو ديزاين وضربتهم في 24. الفكره كلها ان انا ضربت في 24 هنا ليه؟ عشان الكيو ديزاين دي، كيو ديزاين هنا كانت بير داي، فانا عايز اخليها بير اور، فضربت في 24 طلع لي 0.45 اورز. طب ليه عايز اخليها بالاور؟ عشان هنا الرينج بتاعي كان من تلت لنص ساعه. طب التي اوتر، التي اوتر بتساوي الكباستي اوتر على كيو ديزاين، اللي هي ان باي اوفر 45 سكويرد في الدبس على ايه؟ على كيو ديزاين. وبرده في 24 كام ده؟ ده 2.5، دي كان رينجها من 2 وتلت لحد ايه؟ 4.5. هي وزن الرينج خلاص يبقى ايه تمام. بعد كده نفس الكلام، فاي انر على فاي اوتر قسمت الاثنين على بعض طلع لي 0.46، دي كان رينجها من تلت لنص، هي وزن الرينج تبقى سيف. بعد كده السيرفس لودنج ريت وكيو ديزاين على ان باي اوفر 4 فاي اوتر سكوير ماينس فاي انر سكوير، عوضت بالكلام ده دايركت اداني رقم، الرقم ده وزن الرينج يبقى سيف. الفي هوريزونتال كيو ديزاين هنعوض قانونها الثابت وجبت رقم طلع لي 0.1 متر بير مينت، وهنا الرينج بتاعها كان ان هي تكون اقل من 0.3 متر بير مينت، فاي اذا هي ايه سيف. كل نقطه اخر حاجه عندنا موجوده هنا الهيدروليك لودن اوتلت وير، هي كيو ديزاين على ان باي فاي، عوضت بالكلام ده دايركت اديتني 231 ودي رينج 150 ل 300، الكلام ده سيف. انتوا بالنسبه لكم بصوا، كل مشكلتي في نوعيه دي من المسائل ان لو واحده من دول، لو انا مش حافظ الرينج، يعني انا مش حافظ الرينج من 25 ل 45، مش هقدر اقول هو سيف ولا ان سيف، فلازم أن تكون حافظ الرينجات كلها كويس ومظبوطه. دي مشكلتنا بس في النوع ده ايه من المسائل، لكن هو ايه طبيعته سؤال سهل بس. وشكرا جدا لاستماعكم.